يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. مقطع جديد من نيد فور سبيد، هيدي السيارة القديمة من نيد فور سبيد. طيب شو حلوة هيدي السيارة، خصوصي للدراج ريس. الدراج يعني التقليعات، لكن النيترو اللي فيها قديش فول. هجربكم اياها شوي، هلا هي بعدها مش مطورة، بس هجربكم النيترو قديش بياخد مدى وبيطول. يعني عندنا هلا قدامنا هيدي الجامب، نكبس من هون 1 2 3 يلا. هاي بيفرق عليها نيترو، لكن نيترو مش طويل. اوبا 85 متر نطة، كانت 85 متر. اكيد صعب التحكم فيها يمين شمال، يعني ما فيك تسوقها كتير. انا هيدي بس للدراج، بس للتقليعات. لما نكبس سهم نزول، بدي لكم على هاي الشغله مهمه، سهم نزول بيفتح ليف تيونينج. هون فيك تغير كيف سيستمها للسياره، يعني نيترو فيك تعملها باور اقوى شيء، وفيك تعملها ديوريشن يعني المدى لإلها. هلا الباور دغري يعني بتفضي كل القوه. ستيرينج هيدي نحطها هاي لنقدر نتحكم فيها، يعني يمين شمال. الجيرينج كيف بدك الجير لما يركب الغيار، فيك تحطه. لا انا بفضل توب سبيد، يعني السرعة القصوى طلعه. هيدي التحكم فيها 16.70، بس السرعة 171. هون التوب سبيد بصير 185، يعني تحت الكيلو فوق المايل 185، بس اكيد بخف التحكم فيها. هلا انا هحط هخليها توب سبيد، برجع بحط سهم نزول. ها مثلا عندي هلا جامب هون 65 متر، خلينا نشوف اذا فينا. مسافة قصيرة، كنا لازم، ما بعتقد عملتها، عملت 47 متر بس. شفتوا كيف صعب التحكم فيها؟ ها لك قد ايه اخذت معي وقت لحتى برمت. خلينا نرجع نعيدها. رأيي انا بلش فيها من برا، من هون بس ما خلص مع الكوع. عليك علقت، بلش فيها من هون. هي عملية اليمين مثل ما حفظتها انا هون، هيدي هي ما بتمشي ابدا على التراب نهائيا. يلا طلعت 55، صعب لأن بعدها مني مطورة صراحة. الجامبات يعني مش للدراج ريس. طيب بدنا أعلمكم كيف نغير السكين تاعها، يعني هيدي السكين عامله أبيض ولون ذهبي. أوكي بدنا نغير السكين. أوكي فينا نفوت على الكراج، على الهوم. نطلع على الهوم، نحط R1، بنصير بقلب الكراج تاعنا. وفيك تعدل على كل سياراتك، كل جراج بيساع 15 سيارة. هيدي هي سيارتي أنا. كيف تضبط السكنات ببلاش، ما تتعبي عليهم وما تشتري شيء. في شيء هون اسمه البينت والراب. بفوت على أول خيار، ليبري، وهو انا اللي عندي اياهم. بنحط كبسة الاروان وبنبرم على شيء اسمه موست بوبيلر، يعني اكتر شيء العالم مشهورين، العالم منزلينهم. عندك اول هيدا منزلينه 46,000 واحد، هيدا 34,000، 18,000، 17,000، 15,000، 14,000، وبينقصوا.
وفيك تحط كمان يعني اي اجدد شيء. مثلا هات لك هون الماست ريسنت تريندينج، هذا كمان انا بفضل حط موست بوبولار، اهم شيء يعني هول المشهورين. شوفوا يعني هلا السيارة اللي تحت انت فيك تعدل عليها وبتفتح، لان اللي تحت غير يعني انا بس عم باخد اللون، ما في ياخد التعديل، لان يعني التعديل صعب، يعني التعديل بدك تفتحه على عبر مراحل. لك هون مثلا كيف عاملها هو، هذه اذا طورناها فيك تشيل كل شيء فيها. لك كيف بتصير، واو اللي تحت عم بحكي انا، هلا اللي فوق لونها ما حلو. خلينا نحط جاك دانيالز، انا حابه هالسكن كتير، هيدا السكن منزلينه 34800. بنحط اكس، بنحط اوكي، صار عنا اخدناه ببلاش، نضغط عليه نرجع اكس، صار السكن راكب عنا. نظهر لبرا، اوكي ليف جراج. فيك تعدل على السكن وفيك تحط اسمك واللي بدك اياه، كتير في تعديلات يعني لتعدل سيارة بالتلوين تاعها وستيكرز وترسم وتكتب عليها بدك تقعد اكتر من 4 5 ساعات. فهول جاهزين خالصين، يعني هيدا انسان عادي عملهم، حاطط اللون وحاطط هون الذهب، حتى هذا الخشب هو كل شي بيعمله، والاسم هول كل التفاصيل هو بيعمله، في تفاصيل اكتر. اسمعوا صوتها شو حلو، الزمور مثل ايام زمان. هاي السيارة بس للدراج يعني، بس للتقليعات اكيد، بعدين بس تطور فيها نحط دولابان ورا. خلينا نجرب هلا شنطة كبيرة قدام، فيهم شنات فيك تعملهم اي متى ما بدك. هو بقلب الماب، 1 2 اطلع، يلا يلا اوكي. هيدي اعلى 87 متر، لكن الليفل كيف طلع، لكن المصاري كمان حتى بيطلع لي مصاري، يعني كل شي بعمله بيطلع لي عليه مصاري وبيطلع لي عليه اكس بي وبيعلى ليفل. هلا ان شاء الله حنزل بعد فيديوهات عن موديل تاني. هيدي هي الماب، ماب كتير كبيرة، في عدة اشياء فيك تعمل ريسات. انا بعد شوي عم بفتح لك كم محافظة فيه. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع الفيديو، اذا عجبكم لايك وما ننسى الاشتراك، وان شاء الله اذا حبيتوا اكتبوا لي بالتعليقات، انا برد على جميع التعليقات. يعطيكم الف عافية، نشوفكم ان شاء الله بمقطع تاني.